أيها المؤمنون، إننا بحاجة ماسة إلى أن نكون على وعي وحذر، فشر هؤلاء المفسدين على اختلاف أنواعهم وتفنن أطيافهم يصل إلى أبنائنا وبناتنا في حجر نومهم وفي داخل استراحاتهم وفي أماكنهم، لا يحدهم عن ذلك حد ولا يوقفهم مانع، إنما يجب أن نتحصن وأن نحصن أبناءنا من هذه الأفكار وأن نبين لهم حقيقة الأمر، فهؤلاء يزورون الحقائق ويظهرون الباطل حقا والحق باطلا، يظهرون الخير شرا والشر خيرا، فيدفعونهم إلى أنواع من الفساد والضر بأنفسهم وبمجتمعاتهم. فحق على هؤلاء أن نبادر إلى إصلاحهم بالمستطاع، فمن كان عارفا بأحد من هؤلاء المتأثرين بالأفكار التكفيرية فليبادر إلى المعالجة حتى لا يفجع به غدا في تفجير أو غيره من البلايا والمصائب التي تصيبه بالشر وتعود بالضرر على الأمة. إن معالجة هؤلاء حق على كل من علم بهم بأنواع المعالجة الممكنة المتيسرة بالنصيحة والتوضيح والبيان والمناقشة. فإذا عجزت عن ذلك ووقفت أمام سد لا يتغير وهوى لا يتزحزح، فبادر إلى الجهات ذات الاختصاص، فإنها حرية بأن تساعدك في الأخذ بيد هذا من الضلال والشر، وأقل الأحوال أن تكف شره عن نفسه وعن أمته، هذا أقل الأحوال. وبالتالي من المهم أن نتكاتف وأن نتعاون على سد هذه الطرق وأن نغلق الأبواب.